ايه هي الازمات اللي بيواجهها الرئيس الامريكي جو بايدن في الوقت الحالي؟ خلينا نقول انه الازمات اللي بيواجهها بايدن متعددة الحقيقة. اول ازمة هو الحالة الصحية اللي بسبب سنه، ودوت بيظهر في الاجتماعات وبيظهر على احيانا على الملأ، وبيكون ليه تأثير مش ايجابي الحقيقة على الداخل الامريكي اللي يحب يشوف دايما رئيسه في شكل كاوبوي، شكل الشباب، واحنا شفنا النموذجين دول في اوباما وترامب. فده اول ازمه بيقابلها. ثاني ازمه بيقابلها الحقيقه انه هو عنده كان ولا زال استقطاب داخلي، يعني لا زال هناك من يلومنا ترامب، واحنا شايفين عارفين ان دوت الحقيقه لا زال موجود رغم انه يعني لم نعتاد على امريكا من الداخل انه يتقال انه في، يعني دايما تتقال على امريكا انها البوتقه واللي جالها المهاجرين واندمج وكده. لاول مره بنشوف استقطاب في المجتمع الامريكي. الاستقطاب ده مش بس على الرئيس، ابتدى يبقى على السياسات كمان. ما غزه يعني ده واضح جدا. المسانده الغير مشروطه لاسرائيل، التوجه الاعلامي والخطاب الاعلامي لبايدن اللي تقريبا كتبه، يعني كان اسرائيل هي اللي بتتكلم مش بايدن. فالحقيقه ده ابتدى يبقى فيه استقطاب في الجانب الامريكي وفي الشعب الامريكي، وينقسم في ناس مع الخطاب دوت، وده طبعا بيبقى بحد يعني اللوبي الصهيوني بشكل كبير بيأثر عليه، او اللوبي الصهيوني نفسه اللي هو متجنس امريكيا، واحنا عارفين ان هم مسيطرين تماما على اسواق المال، على الاعلام، على كثير من القنوات. وفي المجتمع المدني الامريكي، وشفنا مظاهرات متعدده، وشفنا الشباب الحقيقه الامريكي غاضب. فدوت الحقيقه ظهر في شكل مظاهرات، في شكل حاجات على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، لانه لاول مره المجتمع الامريكي بيشوف فعلا لايف مأساة إنسانية بتحدث في غزة، وبيشوف صور الناس اللي بتموت. وأمريكا دايما هي يعني الناس بتتصور إن هي الحلم الديمقراطي وحلم حقوق الإنسان، فبيشوف الحلم اللي هو بيتصور إن هو يعيش فيه بينهار بسبب مساندة يعني المؤسسات الأمريكية، مؤسسة الرئاسة وبايدن للجانب الإسرائيلي بهذه الفجاجة. الحقيقة بايدن أحيانا بيحاول يتراجع لما بيلاقي الضغط شديد، لكن حجم الخسارة اللي حصلت وحجم المأساة أكبر من أي تراجع.